تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح الشيخ الدكتور راشد بن محمد فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد أحمد السبت والأول والوزان في منطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية. وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الأوقاف السنية حرص قيادة مملكة البحرين وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على بناء وتشييد الجوامع والمساجد في كافة مناطق المملكة، وأمره بتسهيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير إقامة شعيرة الصلاة. ويتكون المسجد من مصلى رئيسي للرجال ومصلى للنساء يتسع ل 171 مصلى، بالإضافة إلى توفر المرافق الخدمية للمسجد. وقال الدكتور الهاجري إن مجلس إدارة الأوقاف يسير وفق الخطة والجدول الزمني المحدد لافتتاح وترميم وتهيئة المساجد والجوامع، كما أن المجلس يطلع على التقارير المرفوعة من الفريق التنفيذي الخاص بالإدارة للتأكد من سير العملية وفق النطاق الزمني المحدد.